مدننا القرآن. إحنا يمكن هون بهمنا نحكي عن موضوع كورونا كيف أثرت على البلديات. للأسف البلديات اليوم عندها الإيرادات تبعتها نوعين من الإيرادات، إيرادات ذاتية وإيرادات تحويلات حكومية. للأسف اللي صار أثناء الكورونا التحويلات الحكومية هي عبارة عن 50% من المحروقات و 40% من المركبات. المحروقات أنتوا كلكم بتعرفوا لما كنا أثناء الجائحة كلنا قاعدنا ببيوتنا، مش كنا كلنا، إحنا داومنا بس يعني الأغلبية قاعدوا ببيوتهم، ما حدا استعمل سيارته وبالتالي ما اشترينا بنزين، الضريبة كلها راحت، خسرت 50% منها الحكومة المركزية ولكن أيضا خسرت 50% منها البلديات. وهذا طبعا إذا بننتبه هون أدى لعجز كبير مقداره من الكورونا اليوم حوالي 317 مليون دينار، وهذا بصراحة مشكلة كبيرة عم بنعاني منها اليوم، البلديات عم بتعاني منها، اللي بتعاملوا مع البلديات عم بيعانوا منها، ولكن كلنا بنعرف إنه اليوم الوضع المالي بالبلد كلنا بنعرفه، مش بس بالبلد، بالعالم كله نعرف إنه شو الكورونا أدت لنتائج للأسف إنها نتائج سيئة. نتأمل من رب العالمين إنه إن شاء الله إنه يتحسن الوضع بالقريب العاجل، ولكن هذا بهمنا إنه تشوفوا أنتوا على أرض الواقع إنه كيف هذا أثر على البلديات. إحنا هذا حكينا، بدنا نحكي إنه إحنا اليوم عم نشتغل على ما يسمى بالموازنة العادلة. الموازنة العادلة هي إنه إحنا نعرف الحكومة المركزية زي ما قلنا بكل العالم تعطي للحكومات المحلية أو ما يسمى عندنا بالبلديات تعطيهم مهام معينة بالقانون بتكون محددة، أنت مطلوب منك تشتغل على 1 2 3 10، مقابل هذا الحكي أنا بعطيك بتنازل لك عن جزء من إيراداتي. هذا الحكي يجب أن تقوم دراسة على دراسة مدى عدالته، هل هذا المبلغ عادل ولا مش عادل. أنا وقتي كيف على وشكم خلصنا، بس احنا خلينا هاي الدراسة رح تعطينا مؤشرات كبيرة حتى انه نعرف كيف الامور ماشي وكيف لازم تمشي بالمستقبل، حتى نعرف هل تسعير الخدمات صحيح ولا مش صحيح للمواطنين. واحنا طبعا بهمنا انه نخفض النفقات بدون ما نأثر على جودة الخدمة، وبهمنا انه نزيد الايرادات بدون ايضا ما نرهق المواطن. ففي وسائل عم نشتغل عليها. بدي اختصر شويه على هاي المواضيع، بهمنا الشراكه مع القطاع الخاص، وبهمنا انه يكون في حوكمه فعاله بالبلديات بالذات في موضوع الفصل بين المجلس البلدي وبين الجهاز التنفيذي بالبلديه. يمكن في عندنا موضوع مهم جدا، احنا اليوم اصبحنا اول مؤسسه بالشرق الاوسط كبنك تنميه المدن والقرى معتمده من صندوق المناخ الاخضر. صندوق المناخ الاخضر رغم انه كان في محاولات سابقه من زملاء لنا بمؤسسات اخرى، ولكن الحمد لله رب العالمين نجحنا في الحصول، وهذا الحمد لله هذا شيء مش مفخره للبنك التنميه، هذا للاردن كلها، راح يحقق ان شاء الله يعني ايرادات للبلد سواء كانت ودخول من خلال كيفية التعامل مع المناخ. النقطة في تحديات كبيرة لازم نشتغل عليها. هاي باختصار قدامكم إيش المشاريع اللي بالدرجة الرئيسية إلها الأولوية. رحلتنا استمرت 5 سنوات للحصول على الامتثال من صندوق المناخ أو الاعتماد من خلالهم، وإحنا اليوم معتمدين لحجم المشاريع المتوسط. حجم المشاريع المتوسط يعني المشروع الواحد يجب أن لا يزيد عن 250 مليون دينار، ولكن إحنا معتمدين من 0 ل 250 مليون دينار، وهذا أعتقد من المؤسسات القليلة اللي مباشرة طلعت لهاي. عادة بيعطوهم للأصغر اللي هو 50 مليون وبعدين بيطلعوا للأعلى. إحنا بنوعدكم، هاي آخر يمكن إشي نوعدكم، إنه خلال السنة القادمة نشتغل على موضوع التصنيف الائتماني للبنك وللبلديات، وإنه ننشئ مركز لدعم الاستثمارات والشركات بين البلديات والقطاع الخاص، وإنه نعيد إطلاق صندوق تنمية المحافظات اللي انتقل لعنا، ونشتغل على المرصد التنموي أن يصبح مرصد تنموي رقمي متاح لصانع القرار وبعضا منه وفق لنظام
المعلومات رح يكون بعض منه متاح للمواطنين وطبعا للصحفيين كله حسب احتياجاته. والنقطة الرئيسية الأخيرة بدنا نحكي إنه في بدنا نشتغل على جلسات التخيل الاجتماعي اللي هي الترند ماشي بالعالم اليوم. أنا بدي أنادي المختصين، بدي أقول لهم إحنا بدنا نشتغل على مواضيع معينة، انسوا كل الضوابط اللي عم تحكمنا وخلينا نفكر وبعدين بنفكر كيف انه نأقلم هاي الضوابط مع بعض حتى نحصل على هاي. احنا خلص احنا بس بنقول انه بنقدر ثقتكم، سعيدين دائما بانه نقدم المزيد لكم. المعلومات من وين ممكن تحصلوا على المعلومات موجوده، اذا في اي مشكله بعدين رقمي وتليفوني وايميلي هي موجودين تحت كمان، انا متاح في اي لحظه وقت.